هزيل على الحال. زميك عطيه لي هذا بعدا اش يعطيك هذا؟ الشكايات اللي كيدير كيحرك الضحايا ديالك. السلام عليكم. شنو واحد الفئه ديال المعاقين دايرين اليوم وقفه امام محكمه الزجريه عين السبع؟ علاش؟ باش تكون في العلم ديالك الاخ الكريم، كاينين هنايا اربعه ديال الوقفات. الوقفه الاولى كاينه ديال اتلانتيك بيش، كاينه الوقفه ديال المعاقين، وكذلك وقفه ديال حركه الشباب الملكي وديال الناس ديال مجموعه ديال الضحايا اللي داخل في هذا الشيء كامل. واحد النصاب، واحد المافيوزي، واحد جرتومه خبيثه اللي نصب على هاد الناس هو حموده الداري. داخل نصب على نصب مع الناس ديال هاد الوداد، ينصب عليهم، ينصب علينا حنا كرؤساء. الدليل على هذا هو ان في الفتره ديال العام شدت الشدات، يعني مجموعه ديال الجنايات اللي عملهم القضاء نزيه، يعني كل ما لقاش ان هذاك السيد خالف القانون ما غاديش يعتقلوا ثلاثه اعتقالات في ظرف سنه. يعني كيبين السيد هذا بانه راه هو فعلا عايش في واحد دوامه كبيره، وكاينين معاه الاتباع، بالاخص الاتباع ديالو. حنا ماشي جايين كمواطنين، حنا جايين كفاعلين جمعويين في الميدان، لان هذا السيد النهار اللي خرجنا ليه في ارض الواقع وقلنا واحد الوقفه احتجاجيه اللي كنحيي فيها كل فاعل جمعوي اللي كان حاضر معنا في ذاك النهار، لان كاينين عنده بعض الاتباع اللي كيساندوه، وماشي بزاف، عنده شي 10 ولا شي 8 كيساندوه على الافعال ديالو، لانه هو اللي مطابق معاهم ذوك الملفات وكيقلب لهم على الشهاده الزور. الدليل على هذا هو انني خرجت ليه لارض الواقع، الدالي حموده رئيس حركه الشباب الملكي اللي خرج ليه الواقع، لانه رفضت ليه واحد الطريقه اللي كيعمل هو انه كان كيهز الاعضاء ديال المكسب ديال الفروع وكيخرج كيدير بهم وقفات امام المؤسسات ديال الدوله. اول حاجه لان الجهاز ديال المجتمع المدني وحاصل على وصل النهائي من العماله، يعني من الشؤون الداخليه، والسيد كيشد هذاك العصا وكيبدا انه يهدد المسؤولين، وكيبدا انه كيعطيهم واحد الصوره انه كيعطي الفاعل الجمعوي انه يقدر يدير وقفه ويقدر يدير 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 يدير. واش ما كتحركش ضد المصادر والاجراءات؟ مجموعه ديال الملفات، يعني حنا انا بعدا مجموعه ديال الملفات ديالهم من ضمنهم هذه الشكايه عينا ما نقلبوها، يعني ماشي شكايه وحده ولا جوج. هذه ولات مقبره الشكايات. مقبره الشكايات كنلقاو ولا ديال الشكايات، يعني مجموعه الشكايات. هاد المحكمه هذه ديالاش؟ مؤخرا توفى واحد الشكايات ديالنا وما كانت عنده شكايه فينا هو الحق ديالو. هو 260 شكايه. عنده شكايه بينه وبينه كلهم نزاع نفس مع انانيس على السيد اللي ساكن اليوم من صراحه. اللي توفى عاد توفى لي دولار شبان شبان الله يرحمه. الملفات ديالو هو مسكين بقاو لي تما، شكون اللي غادي هو توفى بهولندا مسكين، راه غادي ينزلوا للشبر، راه اللي غادي يغطينا هو الشبر. هاد السيد بقاو تزبط، راه مجموعه ديال هاد الحاليه ديال الوقت هادي، راه هني راه المال ما كينفعش، عنده ناس كيحميو داخل هاد المحكمه. شكون اللي كيحميه؟ ما عرفناش حنا، باقي حنا ما عرفناش الشكايات ديالنا، باقينا ولينا كنقولوا مقبره الشكايات ديالنا، ولينا روضه ديال الشكايات تعتقل غير الظروف. واش السيد فوق القانون؟ ما عرفناش شكون اللي كيحميه، وكاينين الشكايات اللي كيمشيو لمحاكم اخرى عندهم التخصص وكيجيو لهنا كيدخلوا للحبس. تصور عيب وعار، احنا في دوله الحق والقانون. هذا هو اللي كيطرا على امير المؤمنين، خصنا ناخذوا حقنا، خصنا يعطيونا حقنا، خصنا الشكايات يتقراوا ويدرسوا. راه عيب وعار، راه عيب وعار، راه حنا في دوله اسلاميه راه فيها العدل، وكيطرا على امير المؤمنين. راه حنا كنطمقينا كنتيقوا في حتى شي واحد، كنتيقوا في سيدنا الله ينصرو. كنتيقوا في الملك. صافي سيدنا الله ينصرو، باش ياخذ لنا حقنا، باش تجبد هاد الشكايات، رفعنا شكايات الرئاسة ديال النيابة العامة والهيئة ديال القوداد، رفعناهم بهم شكايات، وحنا باقي الآن باقيين هاد الشكايات ما تدرسوا ما والو، عيب وعار، راه حنا في دولة حق القانون، عيب وعار هاد الدولة، عيب وعار هاد الشكايات. ولكن سمعنا أنه راه تعتقل. هو كيدير عليك هو شكايات كيدية، هو كيدير عليك شكايات كيدية بأنه ضربتيه ودرتي ليه وحقه، لا ضربتي ليه مرتو وعيلتي ليه مرتو عبر الوسائل التواصل، درتي بعثتي باش يدير شكايه بشكايه. ولكن تيقنا في القضاء كبيره. وحنا كنتيقوا في القضاء، ولكن ما بقيناش كنتيقوا في القضاء، باش كان شكايه عندها خمس سنين، كاين عندها عامين، كاين عندها اربع سنين وما كتدرس، راه ما بقيناش كنتيقوا في القضاء. راه حنا مشينا لعند النيابه ورفعنا شكايه للرئاسه ديال النيابه العامه باش يدرسوا الملفات ديالنا، باش يتجبدوا من الحفظ. وكنتي حنا راه اصلا درنا وقفات قدام الكوميسيري ديال الدار الحمراء، وقلنا لهم هنايا من هنا الدواسه كيمشيو قناة اخرى، عدم التخصص كيصيفطوا قناة اخرى عدم التخصص، وقالوا كيدخلوا هنا يجيو للحفظ. بقيناش كنقولوا حنا ديك الدار الحمراء، ولي كنقولوا دار الدالي،
لانه هو كي كيدخل كلشي كيدير ليه البوزور السيد الدالي دخل مرحبا وتكبر السير ليه ورا الدار الحمراء باش الناس يعرفوها. الدار الحمراء مؤسسة أمنية، منطقة أمنية في حي الحسني. نشوفوا هذا الرئيس المنطقة اللي ولا جديد واش غادي حتى هو يتجاوب معنا. حنا دابا كلهم ولكن هو معتقل، هو معتقل معتقل ماشي على قضيتنا حنا، معتقل على قضية محامي، معتقل على قضية قودات، سب القودات ديال المحكمة كاملة سبها من الفوق حتى لتحت، وسب سب محامي بالهيئة ديالو، والمحامي اتجه للهيئة ديال المحامين، النقابة ديال المحامين هي اللي نصفاتو، وراه الآن هو بسجن عكاشة. أما الدواسة ديالنا حنا راه ما تدرسوش، باقي ما تدرسوش، باقي ما تقراوش، عيب وعار، راه ما بقينا كنتيقوف حتى شي واحد. هاد الناس كلهم هاد راه عنده 50 وزيادة الدوسي ديالو، هاد السيد راه ناس أخرين. كيخلق ما عرفنا شكون اللي مساندو في هاد المحاكم، ما عرفنا شكون اللي مساندو، لا في المحكمة الابتدائية لا محكمة الاستئناف، لا في داخل الكوميسيرية. الكوميسيرية كيدهز الدواسي تحطو في محكمة محاكم أخرى عدم التخصص، يقدر يصيفطوك الدوسي عند ديال الأسرة ديال الطلاق، وأنت قاعد عندك قضية في محكمة هنا كيصيفطوك، هادوك أش كيديروا لك كيخشيو في القاعدة في عدم التخصص. وهنا ولا جا لهنا ما عرفش شنو كيخلص عليهم، ولا ما عندوش الناس مافيا ديالو كتخزنو في الحبس. راه حنا في دولة حق وقانون. علاش فيهم واقفين اليوم؟ علاش؟ واقفين باش القضاء ينصفنا، باش نتنصفوا، باش الشكايات ديالنا تجبد وتدرس. هادشي علاش واقفين هنا؟ هو الناس راه ما تما هادوما صايعين الناس نصب عليهم. ادخل الجامع، جامع تخلي الصباط وكيس. مالك اشتري؟ مالك تتسال؟ هادشي كله هاد الوقفات كلها غير ما غير الشكايات باش تاخذ المسار العادي ديالها، المسار العادي ديالها. الموضوع حر كمل الشركة. حنا هاد الوقفة كلها علاش الناس اش يطلبوا؟ يطلبوا غير الشكايات ديالهم تاخذ الطريق ديالها العادية، كما جميع المواطن وكما كما هو كيحط شكاية ضد واحد كتفعل في 24 ساعة. مع العلم كاينه شكايه من 2020 و2019 ما تفعلاتش، ما عرفناش كاع المآل ديالها فين وصلت ولا فين مشات. كتجي تسول تيقول في الدراسه، ملي كتمشي للدراسه تيقول باقا في الدراسه من 2020 وهي في الدراسه. واش كاين شي شكايه كتبقى من 4 سنين؟ شحال انتم حطيتوا من شكايه؟ عدد ديال الشكايات انا عندي شكايه 260 شكايه، كاين 260 ضحيه. دابا كلشي اللي عنده هو راه ما يكذب، ولكن حنا بالنسبه لنا راه كنا حاط شكايه جوج على ضد هذاك، ما كيتفعلوش، هذا هو المشكل، ما كيتفعلوش الشكايات. اشنو تيديروا لهاد الشكايات ما نعرف، ولكن الشكايه ديالو هو كتفعل في 24 ساعه، ما فهمناش علاش هاد السيد عنده هاد الميزان. هذا هو المطلوب، مطلوب غير الشكايات يتفعلوا ويشدوا الطريق ديالو. إذن كنا معكم على البواشر مشاهدينا الكرام، نلتقي في بواشر آخر، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.